بسم الله الرحمن الرحيم. بما أننا نحتاج ويندوز 10 في الكورس، فنقوم الآن بتنزيل ويندوز 10. أول خطوة راح نسويها راح نسوي فيرشوال ماشين. فيرشوال ماشين بكل سهولة تجي هنا نيو، تسمي الفيرشوال ماشين، ولا نسميها ويندوز سلاش 10. طبعا هو حدد لك مباشره 64، لو ما حدد لك 64 حدد 64، لان راح ننزل عليه ان شاء الله 64. طبعا هنا الرامات بخليها 4 انا، لان انا زي ما انت شايف الرامات عندي لسه فيها مجال. مبين عندك الخط هنا، شايف الخط الاخضر، فمعك ايش مجال. نسوي الان كرييت فيرتشوال هارد ديسك ناو، يعني راح نسوي واحد جديد، نقول له كرييت. لاحظ الخطوة اللي بعدها، إذا ما جتك الخطوة هذه هتاخذ اكسبرت مود. يعني الآن احنا في الجايد مود، تاخذ اكسبرت مود. ليش ناخذ اكسبرت مود؟ على أساس إننا بنتأكد من تحديد الديناميكلي. وراح نحط فيرشوال ام دي كي، فيرشوال ماشين ديسك. ليش فيرشوال ماشين ديسك هذا؟ لأنه يشتغل على الفيرشوال بوكس والفيموير وأشياء كثيرة. لاحظ عندي هنا الهارد ديسك كم؟ 50. انا اقدر احط 2 تيرا 3 تيرا لانه ديناميكلي، ف خلينا نحطه 500 مثلا الان. تمام، انا معاي ل 2 تيرا. انا طبعا اكبر من جهازي، اقدر احط اكبر من جهازي، لانه في الاخير هذا فيرتشوال، في الاخير فيرشوال وديناميكلي. يعني كيف ديناميكلي؟ هو ما راح يحجز ال 500، متى يحجز ال 500؟ لاخذت فيكسد، لكن ديناميكلي لا. طيب خليه ديناميكلي على اساس هو يحجز من الهارد ديسك الفعلي فقط بحجم الملفات التي تنزل على عليه فقط. وقلنا نختار الفيرشوال ماشين ديسك هنا على اساس ان هذا يدعم الفيرشوال بوكس والفيرشوال والفيم وير وكثير من الفيرشواليزيشن. كرييت. طيب بكل بساطه الان احنا عندنا ويندوز 10، احنا الان نحتاج ملف الايزو. لو جيت هنا اخذت سيتنج، انا محدد الان ما راح اشغله، راح اخذ سيتنج، راح اخذ ستورج. لاحظ ايش هنا؟ امبتي. انا بامكاني احدد الان، بامكاني احدد اختار هارد ديسك واحدد له، لكن خلي الان موجود. كنسل هنا، ننتقل للانترنت ونبحث عن ويندوز 10 ايفالويشن. ويندوز 10 ايفالويشن، هذه هي ويندوز 10 ايفالويشن. طبعا لاحظ عندي اول واحده هنشوف فيها ايفالويشن ام لا. ممتاز، مباشرة فتح لي على ويندوز 10 انتربرايز، 90 يوم معاك. ممتاز، يعني المفتاح هذا يستمر معاك 90 يوم. طبعا نتأكد انه محدد الايزو انتربرايز، بعدين كونتينيو. هنا بتاخذ بياناتك اكس 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 الكمباني اكس اكس اكس، حدد عدد الاجهزة، اي تي مانجر، اس ال اس ال 1 @gmail.com. سعودي اريبيا او الدوله اللي انت فيها. طبعا هذه البيانات الخاصه فيك، فتاخذ كونتينيو. عندك بعدين هنا 32 بت و 64 بت، هنختار 64 بت ونختار انجلش. بعد كده هابدا في الداونلود. لاحظ الداونلود نزل عندي في الاسفل، راح انا كنسل الداونلود لاني اوريدي نزلته. كده انت حصلت على ملف الايزو وقيدك، او اصلا انت خلاص سويت
الفرش والمشين هنا بس ما عليها نظام. مرة أخرى لو جينا هنا ورحنا للاسترج، لاحظ السي دي امبتي. طيب لو شغلته والسي دي امبتي راح يطلب منك تحدد السي دي اللي بوت منه، لأن أساسا ما عليه نظام تشغيل ولا عليه سي دي. فحدد السي دي الآن من هنا. طبعا أنا عندي هذا النظام، هذه النسخة هي نسخة ويندوز 10 اللي نزلناها من الانترنت قبل شوي. ناخذ اوبن، خذ ستارت. الان راح يبوت من السي دي، لاحظ بوت من السي دي مباشرة، وجد ملف الايزو وشغل ويندوز 10. هذا ويندوز 10. الان ناخذ نكست، انستولنا. توافق على الاتفاقية وتاخذ نكست. طبعا ما ناخذ الخيار الاول، ناخذ الخيار الثاني. ليه؟ لانه بنسوي واحد جديد فريش كاستم. طبعا الهارد ديسك 500 بامكانك تقسمه، خلينا نقسمه. طيب نقول نيو، نقسمه من 500، خلي ناخذ 300. ابلاي، لا هنا صغيرة يعني. طيب هو حدد لي، نعم. لاحظ انا عندي الان هنا تقدر اسوي له فورمات بعد ما تسوي له نيو. حدد يعني انا الان هنا حدد نيو ابلاي، تمام، فورمات. اوكي انا فرمت الهارد ديسك الثاني اللي هو حجمه اقل بعد ما قسمته. هذا اللي اكبر منه ما راح احتاج افرمته، لاني راح انزل عليه النظام، النظام راح يفرمته. فناخذ نكست. يعني انا برضو في هذا التمرين قسمت الهارد ديسك. نكست. راح ينزل الان على القسم ابو 300، وبعد ما ينزل ويندوز 10 راح تلاحظ عندك بارتيشن سي وبارتيشن دي على سبيل المثال. هو مجرد لحظات هنا وينتهي الانستوليشن. لاحظ تقدم الشريط في الأسفل بالأخضر هنا، الآن تقريبا 93. يعني كل ما نزل جزء من أقسام الويندوز فيبدأ إيش الشريط يتقدم. الآن ننتقل بعدها الفيتشرز، وبعد ما يخلص من الفيتشر الأبديت بعدين يبدأ ينظم لك الملفات ويشغل الويندوز. معانا الآن 98، بعد ما تصير 100% راح ننتقل على الفيتشرز. لاحظوا انه تماما ويندوز 10 كما نزلنا ويندوز سيرفر 2016، يعني ما في فرق بين تنزيل الويندوز، كلها بنفس الطريقة. أكمل 100% الآن. بعد ما أكمل 100% راح انتقل للفيتشرز. خلاص أساسا نزلت، بعد ما يخلص من الفيتشرز راح ينتقل للابديت. لاحظ الشريط هنا فين وصل. الان الابديت، ولاحظ تقدم الشريط. كل شيء نزل الان، خلاص فينيشينج اب، وراح يشتغل معنا الويندوز. هيعيد التشغيل من نفسه، هنقول ريستارت ناو، يعني ما في اي اشكاليه. راح يعيد التشغيل الان،
لاحظ اضغط على اي مفتاح اساس يبوت من السي دي. لا احنا ما نبغى يبوت من السي دي، نبغى يبوت من الهارد ديسك، فما تسوي شيء وراح الان يبوت من الهارد ديسك. الان النظام الفعلي مجرد مجموعه خطوات تنتظرها زي ما انت شايف، بعد كذا راح يشتغل معك ويندوز 10. getting ready بعدين starting services. طبعا الان لاحظ الماوس لما تيجي داخل الويندوز ما تقدر تخرجها للخارج. ايش الطريقه؟ الطريقه زي ما ذكرنا لكم قبل، انك ايش تستخدم كنترول الايمن. كنترول الايمن، لاحظ لما اضغط على كنترول الايمن لاحظ العلامه اللي هنا، لاحظ العلامه اللي عليها الدائره. الان اقدر اخرج الى الخارج، الان ما اقدر. فكنترول الايمن دائما يحل لك المشكله. اذا ما قدرت تخرج الماوس من داخل الفيرتشوال ماشين عندك ايش كنترول الايمن اللي في لوحه المفاتيح من الجهه اليمنى. لاحظ برضه الان عاد التشغيل اساس يرتب ملفات والريجستري والاشياء كذا، وبدا ايش برضه يحاول يشتغل مره ثانيه. نحدد الدوله من هنا، فناخذ سعودي اريبيا. يس، لوحه المفاتيح نخليها انجلش يونايتد ستيت تكون افضل. ناخذ يس. طبعا هنا يبغاك تحدد اللياوت حقه الكيبورد، فنسوي له سكيب، يعني سكيب يعني نتجاهلها لانه ما هو ضروري الخطوه هذه. ياخذ الان دقائق او ثواني وراح ينقلك على خطوات اخرى. لاحظ الخطوه اللي احنا فيها الان هذه راح يطلب منا ان نسجل بحسابنا في مايكروسوفت. انا ما انصحك تسجل بحسابك لانك راح تضيف هذا فيما بعد للدومين. فايش راح تسوي؟ في خيار في الاسفل هنا اسمه دومين جوين انستيد، بدل ما تستخدم حساب مايكروسوفت لا راح نختار الخيار اللي هو دومين جوين انستيد، موجود بالاسفل تختاره. الان نضع اسم للحساب وليكن ادمن. نكست. خلنا نضع ادمن 1 لانه قد مشينا ادمن قبل. نكست. باسورد هتكون هنضع باسورد الان، وراح يطلب منك تعيدها مره اخرى، يعني كونفرميشن للباسورد هنعيدها مره اخرى. هنا بيقول لك هل تستخدم السكيورتي كويشن ولا تستخدم الاونلاين اكاونت. هنضع السكيورتي كويشن في ريسبت كات مثلا. الكويشن الثاني السيتي. نقول رياض او اي مدينه
تحب تضعها. نختار سؤال الآن، شايل نكنيم، ها نكتب good مثلا، next. طبعا الخطوة هذه ما هي ضرورية، هنقول له no. هذه مجموعة فيتشرز كلهم فعلها، فنقول له accept. كذا خلاص اشتغل معاك الويندوز، ويندوز 10 الآن اشتغل معاك، وراح يفتح على صفحة الدخول يطلب منك الباسورد واليوزر نيم اللي احنا انشأناه قبل دقائق، وياخذ له بس دقائق الآن يضبط حاله، وبعد كذا راح يطلب منك بيانات الدخول. لاحظ الآن فتح معانا الويندوز مباشرة، لأنه اوريدي أعطيناه الباسورد واليوزر نيم أثناء الكرييشن. هنا سطح المكتب، لاحظ هنا نسخة الإيفالويشن، مباشرة تعرف على كرت الشبكة زي ما أنت شايف هنا في الأسفل في اليمين، وهذا من مميزات ويندوز 10، يتعرف على كثير من الكروت ما يحتاج انك تسوي لها تعريف، قليل من الاجهزه اللي ايش لازم تعرفه. هنا طبعا ابدا، هنا ريستارت اور شت داون، ولما تضغط باليمين عليها راح تطيق قائمه اخرى، مثل لما تصل للكوماند لاين او الديفايس مانجر مثلا هنا. احنا الان نزلنا ويندوز 10، على اساس نستخدمه فيما بعد ونضيفه للدومين. الى الان ما اضفناه للدومين ولسه ما اعطيناه اي بي ادرس. طيب خلينا ناخذ اكس من هنا تقفيل باور اوف ماشين، او ممكن انك في اليمين هنا شت داون. راح اقول لك الان على خطوه جدا جدا ممتازه. لاحظ الان معاي لما ناخذ هنا سيتنج او باليمين هنا شو فايل مانجر، هذا هو الهارد ديسك. لاحظ الهارد ديسك هذا اللي هنا، لو انت نسخته في اي مكان اخر ممكن تشغله بالفيرتشوال ماشين، وممكن تشغله بالفيموير، كثير من البرامج الفيرتشوال راح تشغله معك. هذا راح نستخدمه فيما بعد بدل يعني ما نسوي تنزيل للنظام مره ثانيه، ممكن نستخدم الايش الفيرتشوال هارد ديسك هذا. هنا البيانات لوجز وما لوجز واشياء كذا تخص الفرش والماشين اللي انت مسويها الان، مو شرط تنسخها معاك فيما بعد. اذا اردت انك تشغل الويندوز مره ثانيه مجرد تجي هنا وستارت، وراح يشتغل معاك الويندوز زي ما احنا شايفين الان، راح يشتغل معانا الويندوز مباشره. طبعا الماوس الان ما تقدر تخرجها عن من الشاشه هذه. انت عندك طريقتين الان على اساس تظهر الشاشه هذه، اللي فيا اما انك بالماوس كذا
من الاسفل للاعلى كذا، سحب من الاسفل للاعلى، او انك تروح ديفايس او انبوت اقصد كنترول الت ديليت يجيب لك نفس الشاشه هذه. فالباسورد التي انشاناها اثناء التنزيل وكذا انا شغلت ويندوز 10 وشكرا لاستماعكم.